ونفتح الآن مباشرة ملفنا للنقاش الخاص بهذا الموعد الإخباري. نتحدث عن مشروع قانون المالية، ورئيس الجمهورية إذا يرسم المعالم السياسية للمالية في الجزائر. وعبر الهاتف يلتحق بنا النائب البرلماني تميم بدوي. مساء الخير سيدي. مساء النور أستاذة، أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. إذن سيد تميم، خلينا نعود قليلا إلى الوراء، إلى الحملة الانتخابية للرئيس تبون، ونتحدث عن أبرز التوجيهات الاقتصادية كذلك الاجتماعية التي تعهد بها رئيس عبد المجيد تبون في هذه الحملة لرئاسيات 7 سبتمبر 2024. بسم الله الرحمن الرحيم. في المقدمة، ربما وأنتم تتكلمون بصفة عامة حول مسار الجزائر الجديدة وتحمل مسؤولية من طرف السيد رئيس الجمهورية الذي حظيها بعودة ثانية من طرف الشعب الجزائري، التوجهات الأساسية في هذا المسار الذي أثبتها وانطلق فيها منذ سنوات يؤكد دائما السيد رئيس الجمهورية على ضرورة تجسيدها وتحقيقها بنسب عالية. ولربما أهم أو ربما القاعدة الأساسية التي انتهجها السيد رئيس الجمهورية، وهي أنه لابد أن تصل الجزائر إلى محطة القرار الوطني السيادي في شتى المجالات، وأهمها المجال الاقتصادي الذي يسمح بتحقيق النقلة وبتجسيد المشاريع وباتخاذ القرار في دائرة الاقتصاد ودائرة السياسة ودائرة تسيير مؤسسات الدولة وتحقيق أيضا المشاريع والأهداف التي تسطر. وهذا أنا أظن ويرى الجميع أننا قضينا فيه شوطا إيجابيا كبيرا بقيادة السيد رئيس الجمهورية، فهو يؤكد، وهذا ما كان خطابه في الحملة الانتخابية، على ضرورة المضي قدما نحو بعث الاقتصاد الوطني و رفع مستوى منسوب السيادة الوطنية الذي يسمح لنا دائما بتجسيد التطلعات الشعب الجزائري الذي يعبر عنه السيد رئيس الجمهورية أن كرامة المواطن خط أحمر. طيب، وبما أننا نتحدث عن مشروع قانون المالية، في رأيك سيدي ما هي الإجراءات الجديدة التي يمكن أن يتضمنها هذا المشروع من ناحية يعني تعزيز التنمية المستدامة في الجزائر؟ هو لما نتكلم على قانون المالية في هذا الشق، لابد أن نفهم أن قانون المالية يتناول شقين أساسيين، الشق التشريعي والشق المالي. الشق التشريعي الذي يجب أن يتناوله الآن قانون المالية، لابد أن يسير تطلعات الجزائر الجديدة من خلال البرامج والأهداف التي يرمي إليها السيد رئيس الجمهورية، بمعنى يجب أن يكون هنالك جانب تشريعي يتماشى المتطلبات. لابد أن يكون هناك تحفيز، لابد أن هناك يكون تخفيض لبعث الاستثمار سواء الوطني الداخلي أو مع الأجانب، أيضا لتوفير الفضاءات والمجالات التي تسمح ببعث 20,000 مشروع استثماري ولبعث المؤسسات الناشئة ومؤسسات المقاولاتية. كل هذا يتطلب شق تشريعي يوفر البيئة اللازمة. هذا الشق الأول في قانون المالية. أما الشق الثاني اللي هو الجانب المالي، ونحن الآن في ميزانية تسير بالأهداف والبرامج، لابد من النظر بتحديد غلافات تتماشى مع التطلعات الكبرى للسيد رئيس الجمهورية الذي أشار إليها، والتي تعتبر الآن خطوط عريضة ومحاور أساسية في برنامج التنمية المستدامة. نتكلم هنا على توسيع الفلاحة، نتكلم على التزويد بالمياه، نتكلم على السكن، نتكلم على الجانب الاجتماعي الذي يشير إليه إلى 450,000 وظيفة وضرورة محاربة التضخم والتحكم في الأسعار، نتكلم على المشاريع الكبرى الهيكلية في البلاد، غرز بلاد، منجم الفوسفات، السكة الحديدية، توسيع الموانئ. يجب الآن قانون المالية أن ينظر إلى كل هذه المشاريع ويحدد لها الأغلفة المناسبة على غرار القطاعات الوزارية. بطبيعة الحال لا نغفل عنها، مثلا وزارة التربية ووزارة الصحة التي ربما لها الشأن في هذا المجال، كما سيكون لباقي الوزارات من أشغال عمومية وموضوع النقل ووزارات أخرى. فكل هذه الأفكار الأساسية
وغيرها تحظى الآن ويجب أن تنال قسطها من برنامج المالية للسنة المقبلة، وبنظرة استشرافية لكل العهدة حتى تتحقق هذه المشاريع الكبرى التي أشار إليها سيد رئيس الجمهورية في الجزائر. فنحن مقبلون على دراسة ميزانية تحمل كل هذه الأبعاد. طيب، في ذات السياق، هل في رأيك أنه يكون فيه تغيرات جذرية متوقعة في السياسة الضريبية أو الإنفاق الحكومي يعني في هذا القانون؟ ربما لا تكون تغيرات رأيي ربما الشخصي، لا تكون ربما تغيرات جذرية، لأنه بناء على الإصلاحات المنجزة والمحققة خلال 3 سنوات أو 4 سنوات الماضية، دليل على أن المسار كان بنسبة عالية إيجابي وفي توجه صحيح. مع تطلعات الجزائر الجديدة وما قدمه السيد رئيس الجمهورية من تعهدات، يتطلب الموضوع تحليل، مثلا إتمام قانون الصفقات العمومية وتحليله بالرقمنة مع حماية الإطارات حتى تكون زيادة في الشفافية والتسيير إداري وفق إجراءات مناسبة. المشاريع الأخرى التي ربما يركز عليها كما أشرت الآن، موضوع توسيع الفلاحة وكما وعد بمليوني سكن، والمشاريع الكبرى المعروفة لدى الجميع، غرس بلات ومن ضمن الفوسفات والسكة الحديدية وتوسيع الموانئ، تتطلب الآن إجراءات وتتطلب تشريع وتتطلب أغلفة. ربما لابد من الجانب الضريبي أن يتماشى بالشكل الموضوعي الذي يسمح بالميزانية أن لا تتذبذب ولا يوقع هنالك ربما عدم استقرار. فالميزانية السابقة التي وصلت إلى 113 ألف دولار ربما ستكون فيها بعض الإضافات حتى يكون مواصلة لتحقيق هذه المشاريع الهيكلية الكبرى والتي ربما ينتظرها الجميع، الحرص على الحفاظ على نسبة معدل النمو الذي وصل إلى 4.1 ويعتبر تحقيق إنجاز رائع في المنطقة، ومواجهة التضخم الذي عجزت عنه كثير من البلدان، والطفرة الزراعية التي أدت إلى تقليص الاستيراد، كما قال سيد رئيس الجمهورية نتوقف عن استيراد كيلو قمح. فكل هذه القرارات وكل هذه البرامج والنظرة الاستشرافية تتطلب مسايرة في برنامج قانون المالية، ولا أظن أنه ستكون يعني هنالك تغييرات جذرية بناء على المسار الإيجابي الذي قضيناه إلى يومنا هذا. سيد تميم، أدعوك للبقاء معنا، نتوقف عن تفاصيل ونعود لجديد، وأجدد كذلك الترحيب بنائب البرلماني تميم بدوي والذي يشارك معنا في هذا النقاش على عبر الهاتف حول مشروع قانون المالية 2025. من جديد أهلا بك سيد تميم. مباشرة نتحدث يعني بصفتك نائب برلماني، ما هو دور البرلمان في مراجعة وكذلك تنفيذ مشروع هذا القانون؟ الآن نحن كنواب البرلمان، ما قد تم تناول في السنة الماضية وما قبلها قانون المالية لسنة 23، وكذلك النظر وتسوية ميزانية سنة 28 وميزانية 23 التي ستكون السنة المقبلة. نحرص كل الحرص من خلال الدور النيابي المنوط بنا كمجلس شعبي وطني وكنواب على متابعة البرامج التي نصادق عليها في مخطط عمل الحكومة، وكذلك على المناقشة التفصيلية للأغلفة المالية المخصصة والمرسومة وفق الميزانية الجديدة التي تقوم على الأهداف والبرامج. الآن النواب مطالبون والشعب ينتظر، والسيد رئيس الجمهورية أيضا يطالب بالدعم ويطالب بالوقوف جنب إلى جنب من أجل تحقيق هذه الإنجازات وتجسيد هذه البرامج. المجلس الشعبي الوطني الآن في شقه التشريعي وفي شقه الرقابي يلعب دور هام جدا من خلال المناقشة الموضوعية الهادفة التي تعمل على تجسيد هذه المشاريع ذات البعد الهيكلي في التنمية المستدامة. الشعب الجزائري الآن ينتظر تجسيد مثل هذه البرامج، ينتظر ما تعود عليه بشكل مباشر هذه البرامج التي سمعها في الحملة الانتخابية والتي يسمعها في كثير من الحصص التلفزيونية والتي ربما يتناولها عبر الصحف ويتناولها في مختلف المجالات. ينتظر إلى الملامسة عن قرب
والتجسيد الفعلي، ولا يكون هذا إلا بالتعاون مع السيد رئيس الجمهورية من طرف كل مؤسسات الدولة التي تحرص. ونحن نقوم بمتابعة الجهاز التنفيذي من خلال المتابعة القريبة للحكومة وللقطاعات الوزارية ولمختلف أيضا القطاعات ذات الشأن التنفيذي المباشر حتى يكون التجسيد الفعلي. هذا هو الشيء الهام جدا. ونحن نذكر كل هذا أستاذة، نسجل ملاحظة أنه ما فتئ السيد رئيس الجمهورية يشير إلى تلك الأيادي السوداء التي ما زالت تكسر والتي تعمل على مقاومة التغيير ومسار الإصلاحات. فهذا أيضا جانب نحرص عليه ونتعاون عليه، ونحن كنواب من خلال الرقابة قد نجد البعض والحمد لله قليل من هنا وهناك من يعيق مسار الإصلاحات ويعمل عملية التغيير وتجسيد مثل هذه المشاريع على أرض الواقع حتى يكون تجسيدها وملامستها من طرف المواطن البسيط، لأنه نتكلم باللغة المباشرة أستاذة سامحي لي، والمواطن يتابعنا ويسمعنا أحيانا ونحن كنواب نستقبل المواطنين من هنا وهناك، يعني قل لك راهي الفايدة في المشاريع هذه مازال ما شفناهاش على أرض الواقع، مازال ما تحسنتش القدرة الشرائية على أحسن ما يرام، هنالك علاج لكثير من المجالات تفطن إليها المواطن ولكن مازال يطالب، وللأسف مازال من هناك يعيق مسار التغيير ومسار الإصلاحات حتى تتحقق الجزائر المنشودة. طيب، هذه أكيد طبعا كما تفضلت به قبل قليل، هذه القرارات التي سواء الاقتصادية أو الاجتماعية التي ستكون بصفة عامة كيف ستمكن وتساعد من تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر؟ الآن مناخ الاستثمار في الجزائر يحتاج إلى تجسيد هذه المشاريع بشكل واقعي. أولا لابد من النظر في منظومة البنكية ومجال النقد والسال المصرفي، كذلك مجال الإجراءات الذي تم اتخاذه في قانون الاستثمار السنة ما قبل السنة هذه، وتناولنا فيه وضع إجراءات مناسبة عبر الشباك الوحيد وعبر الرمانة وعبر التصريح من خلال جانب العقار الصناعي، وكذلك الإجراءات الإدارية التي كانت عائق كبير جدا أمام كثير من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب. بيئة الاستثمار الآن التي يطمح إليها الكثير والتي يعول عليها السيد رئيس الجمهورية بالتوازي وبالتماشي مع المشاريع الهيكلية التي تدفع وتحقق التنمية المستدامة وتدفع بالاقتصاد الوطني وحتى بالاقتصاد الجزائري أمام اقتصادات الدول، كل هذا أستاذة يتطلب مرافقة وتحمل مسؤولية من طرف الجميع. نريد أن نسهم كبرلمان في برنامج السيد رئيس الجمهورية في متابعة ومرافقة الحكومة في تجسيد كل هذا على أرض الواقع ليراه المواطن بأم عينه وليس مجرد شعارات وهتافات وما يتداوله أغلب الناس من هنا وهناك. فلذلك نحن مطالبين بأن نضع نصب أعيننا من خلال قانون المالية ومن خلال علاج الآفات السابقة التي زعزعت الثقة والتي عالج منها نسبة عالية السيد رئيس الجمهورية في عهدته الأولى، ويعد بمواصلة تحقيق هذه الإنجازات حتى يتجسد حقيقة العيش الكريم للمواطن الجزائري. طيب، طبعا نعلم أن التحديات المالية العالمية ستكون، وبالتالي كيف ستتعامل معها الحكومة هذه التحديات، مثلا لو تكلمنا عن تضخم وأسعار النفط كذلك؟ صحيح، تعتبر تحديات، وإن كانت الجزائر قضت أشواطا معقولة وإيجابية إلى حد ما، حيث أن الجزائر باشرت في اقتصادها عملية تنويع الشراكة الاقتصادية وأيضا تحقيق رقم إيجابي جدا خارج المحروقات وبعد الصادرات الوطنية والاعتماد على مجال الفلاحة وقضية التزويد بالمياه التي تحقق الاستقرار وتحقق ضمان النسبة اللازمة في تحقيق موضوع الأمن الغذائي. كل هذه المجالات تستطيع من خلالها أن تواجه أزمة التضخم العالمية وارتفاع سعر البترول، وبالتالي يمكن أن بهذه النظرة التي يضعها السيد رئيس الجمهورية أن نواصل ولا تكون هناك عقبة كبيرة، ويمكننا تجاوز مثل هذه العقبات وتحقيق
هذه الأهداف التي حققنا منها نسبة عالية جدا، هذا ما نأمله. النائب البرلماني سيد تميم بدوي، نشكرك على التفاصيل المقدمة وعلى المشاركة في هذا النقاش. شكرا أستاذة. شكرا لك. إذن مشاهدينا نمر إلى موضوع آخر ذكر